السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلوين. النهاردة بإذن الله جايبة لكم وصفة سحرية جميلة جدا جدا، من الوصفات المضمونة جدا متجربة 100% نتائجها حلوة قوي للبنات وللشباب. تقدري ان انتي تخسسي المنطقة بتاع البطن ديت تخسيس موضعي بوصفة ممتازة، لكن الوصفة دي لازم تحضريها نفس ما انا هقولك كده بالظبط، وكمان بنفس المكونات. لو المكونات ليها بدائل هقولك برضو في الفيديو دلوقتي، عشان الناس اللي بتكتب من تحت لو ما عنديش ديت ممكن اقدر اضيف حاجة تاني. خليكي معايا لاخر الفيديو، لان طبعا طريقة تحضير الوصفة وكمان طريقة استخدامها مهمة قوي قوي. هي مكوناتها بسيطة وهقولك على البدائل. لو سمحتوا ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، انزلي دلوقتي وصلي الفيديو ده ل 5000 لايك، وكمان شيري الفيديو في كل مكان، وطبعا نورتيني في القناة. بتمنى ان انت تدوسي على زر اشتراك وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات ان شاء الله اول ما تنزل. يلا بينا اقول لكم على الوصفة وطريقة تحضيرها. احنا هنحتاج مكون اساسي مش هينفع نبدله في الوصفة خالص خالص، هو حبة واحدة من الفلفل، حبة متوسطة مش كبيرة، او حبتين صغيرين زي دول كده من الفلفل. لو الفلفل عندك طبعا صغير استخدمي 2، لو كبير يبقى واحدة كفاية جدا. طبعا الفلفل البارد مش الحامي. هبدأ ان انا اشيل الراس كده، وطبعا نكون غسلينها كويس، وكمان هبدأ ان انا اقطعها بعد كده. هشيل بس الراس وبعد كده هقطعها قطع صغيرة. وكمان التانية كده حاول نقطعها صغير اهو. هجيب دلوقتي الكبة او المطحنة، اي حاجة تقدري تطحني فيها الوصفة. هبدأ ان انا اضيف كده الفلفل اللي انا قطعته على قد ما نقدر، نقطعه صغير. لو المطحنة بتاعتك مش قوية بنصحك ان انت تحطي معلقة واحدة من المية، علشان احنا هنكون عاوزين نطحن الفلفل ده كويس جدا. فلو حاسة ان هي مش هتطحن كويس حطي معلقة. انا هطحن كده شايفين كده. هي اتطحنت، انا زودتها معلقة من المية علشان تمشي بس اهو. الكمية دي هتكفيكي مثلا لمدة 3 او 4 ايام، فكويسة قوي. كل ما تخلص حضري غيرها. تاني مكون معانا هو الشابة، طبعا بوريها لكم بس الحجر بتاعها، لكن هنستخدمها احنا مطحونة. ودايما بقول لكم طبعا هنكسرها الاول قبل ما نحطها في المطحنة، علشان ممكن تبوظ مطحنتك. فاطحنيها كسريها الاول، بعد كده اطحنيها. ناخد معلقة كبيرة كده، وهبدأ ان انا هقلبها. هتلاحظي ان الشابة ما دابتش قوي، هتدوب مع بقية المكونات. المهم
بعد ما اتقلبت الشابة كويس هبدأ ان انا اضيف الفازلين، وطبعا اي نوع فازلين متوفر في الصيدلية هيكون تمام جدا. ما عندكيش فازلين ممكن تستخدمي اي نوع كريم مرطب برضو متوفر عندك. حابة اقول لكم على البدائل علشان طبعا في ناس كتير بتكتب لي في الكومنتات ممكن نبدل الفازلين، ممكن الحاجة اللي هتتبدل انا بقول عليها يا جماعة في الوصفة اهو، ممكن تحطي الفازلين او كريم مرطب. بصوا الفازلين هياخد شوية وقت في التقليب، لكن معلش لازم ندوبه كويس عشان يختلط مع بقية المكونات كويس جدا. الوصفة دي من الوصفات اللي لازم تحضرها يكون كده ونكون مقلبينها كويس جدا. دلوقتي هضيف برضو حاجة من الاتنين، يا زيت بيبي جونسون يا زيت زيتون، اللي مفضل بالنسبة لك حطيه. ممكن تحطي زيت بيبي جونسون وممكن تحطي كمان زيت زيتون. هحط مقدار مثلا معلقتين كبار كده اهو. انتي لما هتبدأي تحضريها هتبقي عارفة القوام بتاعها ازاي يكون كريمي معاكي كده اهو. هي هتتماسك لما تدخليها في التلاجة قبل ما تستخدميها، حطيها في التلاجة مش اقل من 3 ساعات اهو. لو حسيتي ان الفازلين مش عاوز يدوب معاكي كويس ممكن تسيحي الفازلين الاول على حمام مية، او تسيحيه دلوقتي لو مش حابة ان انت تقلبيها، بس هي لما هتتقلب كويس جدا هيختلط يعني. بعد ما تقلبيها كويس، المهم ان انت تخلطي المكونات كلها كويس جدا. بتستخدميها ازاي بقى؟ بتستخدميها على منطقة البطن، على الاجناب، ممتازة للاجناب يا جماعة، وكمان منطقة الارداف المؤخرة تقدري تستخدميها على اي منطقة. وصفة من الوصفات الحلوة قوي قوي. هنبدأ نمسح كده بمية دافية، او نعمل كمادات بمية دافية باي فوطة او قماشة عندك، وتمسحي كويس المية قبل ما تحطي الكريم. لازم تكوني مسحة ومنشفة المنطقة كويس جدا. بعد كده بتبدأي تاخدي بقى من الكريم بتاعنا ده كمية مناسبة، وندلك اقل حاجة ندلك 5 6 دقايق. عاوزة تكتري عن كده 10 دقايق هيكون مفيد بالنسبة لك جدا. على فكرة لو في علامات تمدد في البطن برضو حلوة جدا، من يعني الوصفات، الوصفة دي من الوصفات اللي بجد بتجيب نتائج حلوة جدا وسريعة، انت هتلاحظي بنفسك لما تجربيها. طيب بعد ما ندلك كويس بنسيب بقى الدهان ده على البطن، ونلف البطن كويس بأي بلاستيك غذائي مرتين كده. بنسيبها أقل حاجة 2.5 لـ3 ساعات، مش أقل من كده. عاوزة تنامي بيها مثلا قبل ما بالليل ممكن، بس هيكون أحسن في وقت النهار علشان تتحركي أكتر، هتكون أحسن لك وإنتي صاحية. أقل حاجة زي ما اتفقنا جماعة من 2 لـ3 ساعات. عاوزة تزودي مفيش أي مشكلة، بس ما تقلليش عن 2 ساعة. هتستخدميها كل يوم ولمدة أسبوع إن شاء الله لأحسن النتائج. هتلاحظي النتائج من أول 3 أيام، بس لما تلاحظي النتائج ما تسيبيش الوصفة، كملي تاني لغاية طبعا ما توصلي للبطن المثالية اللي بتحلمي بيها إن شاء الله. وزي ما قلت ده لكل البنات والسيدات وللرجال ممتاز جدا جدا. كل اللي جربه يا ريت يكتب لي في الكومنتات، ولو عندك اي تجربه انت مريتي بيها، ولو عندك وصفه انت استخدمتيها من عندي يا ريت تكتبيه لي برده في الكومنتات. واكيد رايكم بيهمني، واي طلبات حبايبي حاضر من عينيا، اكتبوا لي بس تواصلوا معايا في الكومنتات علشان اعرف انتوا عاوزين ايه، واعملوا بناء عن طلباتكم. وكل اللي يضغط لايك وشير للفيديو يا ريت يكتب لي تحت تم. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.